في ليبيا سباق مع الوقت لتأمين إجراء انتخابات ديسمبر في موعدها، فالضغط الدولي يتكثف لعدم ضرب الانتخابات لأن البديل سيكون غرق البلاد في الفوضى مجددا. المبعوث الأممي إلى ليبيا يؤكد أن المجتمع الدولي يمكنه مساعدة ليبيا من خلال تهيئة الأجواء لإجراء هذه الانتخابات، فهل الأجواء باتت مهيئة قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات؟ وما مخاطر عدم حصولها؟ والسؤال الأساس، من المستفيد من تأجيل هذه الانتخابات؟ نرحب بضيفينا الليلة من بنغازي الأكاديمي والبحث السياسي الدكتور أحمد العبود، ومن طرابلس المتحدث السابق باسم مجلس الدولة سنوسي إسماعيل. أهلا بكما معنا الليلة في غرفة الأخبار. سأبدأ معك أستاذ سنوسي، تحركات مكثفة على أكثر من خط لتأمين إجراء هذه الانتخابات الليبية المنتظرة في موعدها في 24 من ديسمبر المقبل، هل تنجح هذه الضغوطات بتذليل ربما العقبات؟ يبدو أنه الدكتور أحمد العبود ما عم يسمعنا، بتذليل هذه العقبات اللي أشرنا إليها والتي هي كثيرة الآن والتي تقف في وجه حصولها في موعدها؟ تحية لك شانتال ولضيفك من بنغازي ولكل السادة المشاهدين. هو طبعا بدون شك الانتخابات كاستحقاق مهم جدا ويعتبر ثمرة خارطة الطريق، يعني الكل مهتم بهذا الجانب، سواء كانت أبناء الشعب الليبي الذين سجلوا في الانتخابات بكثافة كبيرة جدا، لدينا الآن 2 مليون و800 ألف ناخب ليبي ينتظرون هذا الاستحقاق، ولدينا أيضا المجتمع الدولي الذي توافق وتوصل إلى من خلال مؤتمر برلين ومن خلال قرارات مجلس الأمن ومن خلال كل الاجتماعات التي تخص ليبيا دوليا، دول الجوار في الجزائر والجامعة العربية في القاهرة وغيرها، هذه كلها يعني تعطيك مؤشر مهم جدا، وهو أن الانتخابات آتية بدون شك، يعني ولا حتى لو كان هناك ربما تأجيل لأيام قليلة ربما يكون لأسباب فنية فقط، وهذا سيكون بطلب من المفوضية العليا للانتخابات، أعتقد أنه لا توجد عراقيل أخرى، لأن الانسداد الذي حصل في لجنة 75 لن يوقف العملية الانتخابية. حالة عدم التوافق بين مجلسي النواب والدولة هي أيضا لن توقف هذه الانتخابات، وصدور قانون الانتخابات من مجلس النواب هو يمثل الحقيقة يعني لنقل إخراج مهني جيد جدا. أنا أتوقع أن 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 هناك توافق محلي بين الأطراف السياسية ودولي، أتكلم عن أطراف سياسية فاعلة في المشهد وليست مستفيدة من الواقع الحالي وتريد أن يكون لها دور. إيجابي جدا أستاذ نوسي، وكأنه في جهات يعني في الداخل الليبي يعني لا تريد لربما تأجيل هذه الانتخابات وتصر على إجرائها في موعدها. سأعود إلى هذه النقطة حتى أرى من أين تأتي بكل هذه الإيجابية، وأرحب أيضا بالدكتور أحمد العبود معنا في هذا الحوار. أيضا دكتور أحمد، إذا ما عدت قليلا معك إلى الساعات الماضية وتحديدا إلى ما أقر مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب، الأمر اللي رفض تماما من قبل المجلس الأعلى للدولة، أود أن أعرف منك هل يطيح عدم التوافق اليوم بين المكونات الليبية الداخلية بين المجلسين بالتحديد، هل يطيح إجراء هذه الانتخابات بموعدها؟ وأولا مساء الخير، مساء النور لمشاهدي قناة سكاي نيوز عربية ولضيفك في طرابلس. وأنا أبادله التفاؤل، بمعنى أن هناك تسريع لعجلة إصدار القاعدة الدستورية، وحسنا فعل مجلس النواب عندما ذهب إلى إصدار القانون للانتخابات الرئاسية. سابقا قلت عبر منبركم بأننا في ليبيا لا نحتاج إلا لتفعيل قانون رقم 5 وإصدار قرار رقم 5 وإصدار قانون للانتخابات الرئاسية فقط، لكون أن قانون الانتخابات البرلمانية هو موجود، هو الذي تم إجراءه من خلاله انتخابات 2012 وانتخابات 2014، وبالتالي عملية الدمج ونقاش حول الدوائر الانتخابية، وأعتقد بأن المفوضية لديها مقترح
حاولت تقديمه لمجلس النواب، ومجلس النواب أيضا يناقش اليوم توزيع الدوائر الانتخابية. نعم هناك سلوك دولي وشعور دولي ورغبة دولية في إنجاح الاستحقاق الأهم في خارطة الطريق وهو الانتخابات التشريعية والرئاسية في 24 ديسمبر. نعم هناك عوائق وتحديات، وهناك تفسير خاطئ لنص المادة 15 من اتفاق الصخيرات الذي يجعل من مجلس الدولة شريكا في إصدار القاعدة الدستورية. المادة 15 تقول بأن على مجلس النواب أن يذهب بهذا المشروع القانون أو مشروع التعديل الدستوري إلى مجلس الدولة، ومجلس الدولة إذا لم يرد في مدة أقصاها أسبوعين تعتبر هذه لكون أن ذو طبيعة استشارية تعد هذه القاعدة الدستورية نافذة وهذا القانون نافذ. فبالتالي حسنا فعل مجلس النواب بإصدار هذا القانون، واليوم هناك دعم دولي شاهدنا ذلك في جلسة في إحاطة السيد المبعوث الدولي كوبيتش وفي جلسة مجلس الأمن الذي عقدت مساء الأمس ومساء أمس الأول، وأعتقد بأن هناك رغبة دولية ورغبة أيضا من ضمن الأطراف الفاعلة. سأعود دكتور أحمد بالتفصيل ربما إلى ما قاله المبعوث التي أيدت. أعذرني على المقاطعة، لكن أود أن أعود معك بالتفصيل إلى ما قاله يان كوبيتش في خلال أو في سياق هذا الحوار، لكن الإيجابية طغت لربما على إجابتك وعلى إجابة الأستاذ السنوسي، أيضا طغت هذه الإيجابية على تصريحات ومواقف عدد كبير من الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية اللي رحبت أيضا بخطوة البرلمان وحذرت من محاولة لربما منع أو عرقلة هذه العملية الانتخابية. سأذهب إلى أستاذ السنوسي، من هي هذه الجهات اليوم التي لا يناسبها إجراء الانتخابات في موعدها؟ لأنه صحيح أنكم متفائلين، لكن في جهات بالداخل الليبي اليوم مصرة على عدم إجراء هذه الانتخابات في موعدها، أو على الأقل عدم إجراء الانتخابات الرئاسية، لأنه تم الحديث عن فصل الانتخابات. هو طبعا شانتال حينما نتحدث عن هذه النقطة بالذات ربما أعود بأستخدم مصطلح استخدم في أيام حكومة الوفاق في محاولات تغييرها، يعني خرج هذا المصطلح وهو مصطلح حزب الأمر الراهن أو الأمر الواقع. يعني الكل مستفيد من الواقع الموجود الآن، يعني لنقل أنه يحتاج إلى أن يترفع فعلا عن مصالحه الشخصية ويقدر المصلحة العامة للليبيين، خاصة أننا هنا يعني نلاحظ أن الاعتراضات شكلية ليس لها مضمون وليست اعتراضات جوهرية مثلا على قانون الانتخابات، لأن الكلام كله يدور حول كيف مادة 23، لماذا لم يستشر مجلس النواب مجلس الدولة، كيف خرج هذا القانون إلى آخره، يعني أمور شكلية. لكن طب إن كانت شكلية يا أستاذ السنوسي ولم يكن هناك يعني اعتراضات جوهرية، لماذا لم يبت بعد؟ هل يمكن إجراء هذه الانتخابات من دون قانون؟ لا، هي والآن هو القانون الآن لنقل أنه صدر من مجلس النواب، ولكن الآن مجلس الدولة الآن أمام تحدي حقيقي، لأن مجلس الدولة الآن حسب المؤشرات الأولية هناك انقسام داخل هذا المجلس. يعني كنا نتكلم عن رأي رئيس المجلس، اعترض على هذا القانون شكليا ورأى أنه لابد من استشارة مجلس الدولة من أجل أن يمضي هذا القانون. وهناك أيضا ربما أحد الأعضاء السيد الحصادي يعتقد أنه هو أشار إلى قبول هذا القانون وأنه يجب نقاشه كقانون، يعني بغض النظر عن شكلية صدوره، وأنه يمكن التوافق حوله والتقدم إلى الأمام لكي يعني تنجح الانتخابات ولا يكون مجلس الدولة جسم معرقل للانتخابات. الآن مجلس النواب ألقى الكرة في ملعب مجلس الدولة، إذا مجلس الدولة اعترض وإلى آخره سيكون جسم معرقل للانتخابات. أعتقد أنه أن هذه يعني الوصم أعتقد أنه خطير على مجلس الدولة، ولن يتورط في ذلك، خاصة أننا نتحدث هنا عن أنه لم يجتمع إلى حد الآن لكي يناقش هذا القانون. وأعتقد بأن مسألة التوافق عليه في طرابلس يوجد توافق كبير على هذا القانون، أنه يمكن جدا أن يمضي من خلال تصريحات العديد من الشخصيات من طرابلس، من مصراتة، من الزنتان، من الزاوية، العديد من الشخصيات السياسية التي نقول أنها لها حضور ولها وجود على الأرض ولها يعني دور في العملية السياسية، وافقت مباشرة على هذا القانون واعتبرته أنه يمثل حل عظيم.
نصف الحل والنصف الآخر. سنكون إذن بانتظار لربما تمرير هذا القانون أيضا من قبل المجلس الأعلى للدولة إذا ما اعتمدنا على ما تقوله أستاذ السنوسي معنا الليلة. بانتظار ذلك سأذهب إلى ما قاله المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، لأكد أنه إجراء الانتخابات في ليبيا حتى في ظل أجواء غير مثالية ستجري هذه الانتخابات، ورغم كل المعوقات والتحديات والمخاطر اللي تحيط بها، هو الأمر الأكثر إلحاحا اليوم إجراء الانتخابات بالوقت الراهن، نظرا لخطورة عدم إجرائها لأنه سيعزز الانقسام ويهدد الاستقرار ويفاقم من الصراع. دكتور أحمد، عندما يقول يان كوبيتش أنه إجراء هذه الانتخابات أمر ضروري حتى بوضع غير مثالي أو في ظل أجواء غير مثالية، وكأنه يعترف أنه كل ما تم العمل عليه حتى الساعة فشل من قبل المجتمع الدولي، أليس اعترافا مبطنا بفشل هذه المهمة حتى اللحظة؟ دكتور أحمد، على ما يبدو فقدنا الاتصال مع الدكتور أحمد العبود مجددا من بنغازي. سأوجه السؤال نفسه للأستاذ السنوسي إسماعيل حتى يعني أخذ رأيه في الموضوع. أستاذ السنوسي، ما الذي حققته اليوم هذه المساعي الدولية حتى اللحظة منذ بدئها وحتى يومنا هذا؟ يعني يان كوبيتش بالذات قال أنه إجراء الانتخابات أمر ضروري حتى في ظل هذه الأجواء يعني غير المثالية. نعم، بدون شك هو الـ يعني الاستحقاق الذي توافق عليه الليبيون في خارطة الطريق في ملتقى الحوار السياسي واضح جدا. انتخابات يوم 24 ديسمبر، والمفوضية العليا للانتخابات التي توفرت لها كافة الإمكانيات، وحتى الحكومة أيضا أحالت لها الميزانية كاملة، هي أيضا تتحدث عن استعدادات كبيرة، وحتى أن التقييم الدولي من عدة مصادر قيم الوضع في ليبيا على أن المفوضية العليا للانتخابات جاهزة لإجراء العملية الانتخابية. بقي شيء واحد وهو إصدار التشريعات. هذا الأمر طبعا في ليبيا هو يعني نسبي، ليس لا نتحدث هنا عن أجسام يعني إن لم تصدر تشريعات يعني نلغي الانتخابات، هذا غير معقول، لأن الانقسام في ليبيا يعني يعطي نوع من الشكوك في شرعية الأجسام القائمة، ويحدث ربكة في مؤسسات الدولة. رأينا مثلا وزارة الخارجية كيف أن هناك ارتباك حصل في تعيين السيد الشماخي في إسبانيا من قبل الجامعة العربية، السيد الوزير اعترضت مع أن السيد الشماخي أرسل رسالة للمجلس الرئاسي. هذا يعطيك مؤشر أن هناك يعني لنقل ارتباك في الدولة وفي مؤسساتها، عدم وجود يعني هناك حتى دول تشكك في شرعية الأجسام القائمة ولا تريد حتى أن تتعامل معها. ارتباك مبني أساس نصي على الانقسام الذي لا يزال يعني موجودا في الداخل الليبي. يعني كانت المهمة الأممية لربما بتقريب وجهات النظر بين الليبيين، بتقريب الليبيين قبل إجراء هذه الانتخابات، وبالتالي هذا يدل على فشل هذه المهمة. دكتور أحمد العبود على ما يبدو عاد إلينا، سأحاول العودة إليه لأتحدث معه عن ما حققته لربما يعني التدخلات الخارجية، تحديدا هذا الدفع الأممي للوصول لحل دائم للأزمة الليبية. يعني خلينا نتكلم على نقطتين، انتم تكلمتوا على العراقيل الداخلية، واعتقد بان ما يحدث في المنطقة اليوم من انحسار نفوذ تيار الاسلام السياسي في تونس، هزيمة الاخوان المسلمين في المغرب، يؤثر تأثير خلينا نكون ايجابي على العملية الديمقراطية في ليبيا. هذا في مستوى، لكون أن اليوم المجتمع الدولي والعالم يعرف من هي تلك الجهة التي تعقل داخل مؤسسة الدولة، وتيار الإسلام السياسي بجناحيه جناح جماعة الإخوان المسلمين الذي يعيش انشقاق داخل ليبيا، وهو الجناح الآخر هو جناح أو تيار المفتي. هذا على المستوى الداخلي، وأعتقد بأن المجتمع الدولي والمبعوث الأممية سوف تتجاوز
حالة الانقسام التي يعيشها مجلس الدولة في إطار إنتاج قاعدة دستورية تقود إلى الذهاب إلى 24 ديسمبر، هذا الاستحقاق الرئيسي في انتخابات تشريعية ورئيسية. وأشارك ضيفك في طرابلس الرأي أن حتى إذا ما تم تأجيل سوف يكون تأجيل طفيف، لن يتجاوز مدة طويلة، له علاقة بالأمور الفنية فقط. التحدي الأمني الداخلي، اليوم نتكلم على كيف تستطيع 5+5، وكيف تستطيع التفاهمات التي تحدث هنا وهناك في رسم خطة أمنية بمشاركة وزارة الداخلية والقوى الفاعلة على الأرض في إنجاح لتنفيذ ترتيبات أمنية تسرع وتنجح تنفيذ الانتخابات في 24 ديسمبر. الدعم الدولي، الجميع يتفق اليوم صراحة ما بعد مجلس الأمن وما بعد أن البعثة الأممية لم تقف مكتوفة الأيدي، جربت المسارات الثلاثة، جربت المسار لجنة الحوار، وجربت مسار مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة. فإذا ما عرقلت مجلس الدولة عملية إنتاج القاعدة الدستورية، فإن البعثة الأممية والمجتمع الدولي سوف يأخذ على طبق من ذهب القاعدة الدستورية التي أنتجها مجلس النواب في انتخابات تشريعية ورئاسية، وتذهب مباشرة إلى المفوضية وتتفق على آليات تنفيذ الانتخابات التشريعية والرئاسية. المجتمع الدولي، الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي اليوم هو دعم حقيقي في إنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وننتظر أيضا أن تزود البعثة والمجتمع الدولي لإنجاح هذا الاستحقاق المراقبين الدوليين، كيف نستطيع أن نضمن نزاهة الانتخابات؟ وهذا هو السؤال الأهم الذي تسأل له البعثة، عليها أن تذهب إلى إشراك مراقبين دوليين وإقليميين، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الأوروبي، مجلس الأمن والأمم المتحدة. وهذا ما حث عليه يعني مبعوث الأمم المتحدة خلال تصريحاته الأخيرة دكتور أحمد العبود. لكن أشرت إلى مسألة مهمة جدا، هي مسألة تأثر ليبيا لربما بما يحصل في دول الجوار. مبعوث الأمم الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش قال إنه المجتمع الدولي يعني يمكنه مساعدة ليبيا من خلال تهيئة الأجواء لإجراء هذه الانتخابات، وأضاف يجب دفع الأطراف نحو سحب المقاتلين الأجانب من البلاد دون أي تأخير في هذه العملية، لأن ذلك من شأنه تعزيز نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية وسيسهم في تقبل نتائجها. دكتور أحمد، يمكن الاتفاق على آلية دستورية، يمكن الاتفاق على تقريب وجهات النظر بين الليبيين وإجراء هذه الانتخابات في موعدها، لكن كيف يمكن للجانب الأممي أن يساهم في إخراج المرتزقة من الداخل الليبي؟ وتبقى هذه هي العقبة الأساس أمام أي حل دائم في البلاد. صحيح. ما رأيكم في ذلك؟ صحيح، يعني المعوق الرئيسي اليوم لما نتكلم على الاستابيليتي، على الاستقرار في ليبيا وفي هو نجاح 5+5، سوف أقول لك بكل وضوح ويتفق معي جميع أنه الوجود الخارجي أو النفوذ الخارجي. اليوم الخط الداخلي أو الخط الساخن ما بين الأطراف الفاعلة اليوم مفتوح، وأعتقد بأن هنا تفاهمات تحدث هنا وهناك، وهذه التفاهمات أصنفها بأنها تفاهمات إيجابية. نأتي للقضية الرئيسية التي تهم كل ليبي، وهي موضوع إخراج كل القوات الأجنبية وإخراج التواجد المرتزقة. أعتقد بأن هذه القضية تستحق منا وتستحق من المجتمع الدولي دفع باتجاه دعم مجهودات 5+5، ودعم أيضا تقارب الأطراف العسكرية في القوات المسلحة العربية الليبية، وفي أيضا العسكريين الموجودين في المنطقة الغربية. حدث ذلك خلال المدة الماضية عندما تم الاتفاق ما بين كتائب عسكرية في غرب البلاد وشرق البلاد، قوات المستبعة القوات المسلحة، على تأمين خط إمدادات النهر السيناي، خط المياه. وهناك قوة مشتركة اليوم تؤمن الطريق الرابط ما بين سرت ومصراتة. إذن دور المجتمع الدولي، وهنا صراحة دور الأطراف العربية المنخرطة في الملف الليبي، هي دعم هذا التوجه، دعم توجه تقارب الأطراف الليبية من بعضها البعض، وإنتاج مصالحة حقيقية على الأرض تقدم المصلحة الوطنية الليبية العليا. والمصلحة الوطنية الليبية العليا يأتي في أولوياتها هي إخراج القوات الأجنبية وإنهاء هذا التواجد العسكري الأجنبي، والدفع باتجاه إخراج المرتزقة وتنفيذ ترتيبات أمنية
تقدم صراحة الوطني، تقدم ليبيا أولا وتدفع باتجاه توحيد المؤسسة العسكرية، ومن هنا تكون بداية حل الأزمة الليبية بشكل عام. أستاذ سنوسي، إجراء الانتخابات في ظل المشهد الراهن، في ظل وجود المرتزقة داخل الأراضي الليبية، ألا يعيد إنتاج المنظومة نفسها؟ أنا طبعا بالنسبة لإخراج المرتزقة هو أعتقد بأنه استحقاق مهم بدون شك يعني، لكن في ليبيا زي ما قال الكبوتش يعني ما فيش، لا يمكن البحث عن ظروف مثالية. الظروف المثالية لا نقول بأنه يخرج المرتزقة قبل الانتخابات، هذا شيء مطلب يعني يا ليتنا نستطيع تحقيقه، لكن في حالة عدم تحقق هذا المطلب نركز هنا على الرقابة الدولية. يعني لابد أن تكون هناك فرق مراقبة دولية من خبراء دوليين لمراقبة وقف اطلاق النار ولمراقبة يعني تواجد المرتزقة والمساعدة على إخراجهم، وأيضا مراقبة صندوق الانتخابات. يعني هذه أيضا من المطالب التي لكن تعتبر مطالب داخلية على المقاطعة وخارجية. لكنك قلت شيء يعني أود أن أفهمه منك، ليش لا يمكن إخراجهم؟ لماذا لا يمكن إخراجهم؟ أعتقد بأن هذا الأمر لا تملكه يعني الحقيقة الأطراف السياسية الليبية نظرا لمسألتين وحتى الأممية. أولا نتحدث عن الوجود، نعم هي الأمر هذا تملكه دول يعني للأسف. يعني نقول بأن دول مثل روسيا ومصر وتركيا هي التي تملك هذا الملف الآن، ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية. هي هذا أتحدث هنا في ظل غياب الشرعية القوية في ليبيا. عندما يكون لدينا رئيس منتخب مجمع عليه، أعتقد بأنه في هذه الحالة سيكون موقف الدولة الليبية أقوى في سبيل معالجة هذا الملف. لكن بدون ذلك أعتقد بأنه يعني الأمر مرتبط بهذه الدول وبقرارها وبعدم، يعني رأينا كيف أن التقرير الأمريكي بالأمس يشير إلى أن هناك يعني استمرار في تدفق الأسلحة وتدفق المرتزقة. صحيح. وهذا يعني واقع ليبيا للأسف الشديد نقول ذلك، ولكن لكي نخرج من هذا المأزق نعزز الشرعية، شرعية الدولة الليبية بانتخاب سلطة تنفيذية قوية وبرلمان قوي موحد يستطيع أن يعني يلم هذا الشتات ويعالج هذه المشاكل كلها وينهي الانقسام وإلى آخره من الاستحقاقات. قبل ما ينتهي الوقت دكتور أحمد العبود، القنبلة الموقوتة لتهدد مستقبل ليبيا ولنتحدث عنها الليلة لا تزال موجودة داخل البلاد، ما المطلوب اليوم لاستئصال من عبث بأمن هذه الدولة ولا يزال حتى اللحظة؟ يعني هو مشروع الإسلام السياسي ينهار في كل مكان، وأعتقد بأن ما يحدث في أفغانستان اليوم يؤكد بأن المنطقة، النظام الإقليمي العربي بشكل عام في مصر المغاربية بشكل خاص تشهد حالة جديدة، يعني انهيار ما في هذا في الإسلام السياسي وشرعية جديدة، شرعية جديدة سوف تنتج نفسها. وأعتقد إذا ما فشلنا بالخيارات خلينا نتكلموا بصراحة، يعني نتكلموا على الخيارات الجديدة، المجلس الرئاسي صراحة وحكومة السيد بيبة فشلت في إعادة التدخلات الأجنبية. لا قريبا يا سيد سنوسي، قريبا سوف تشهد أفلول هذا التيار الذي أفشل ليبيا خلال سنوات العقد الأول، يعني نتكلموا على من 2011 إلى 2021 عسكرة الدولة. خلينا متفائلين استاذ سنوسي، هو عسكر الدولة هو الذي أفسد الحياة السياسية. يعني بتمنى أنه نختم الحوار بالإيجابية، أنت تعرف ذلك جيدا. الإسلام السياسي الفاشل ومجلس الدولة الذي كنت تنطق به هو التيار عسكرة الدولة هو الذي أفسد الحياة السياسية في ليبيا سببها ودخل ليبيا في حروب. فربما هذه هي يعني العقبة الرئيسية. الإسلام السياسي فاشل في كل مكان، وصلت الفكرة، وهذه هي العقبة الرئيسية. هذه هي التيار الموقوتة اللي يعني تهدد لربما مستقبل البلاد، ولابد من فلننتظر يا سيد السنوسي، 24 ديسمبر ليس ببعيد. شكرا، كلنا بانتظار هذا التاريخ، تاريخ إجراء الانتخابات. دكتور أحمد العبود اعذرني على المقاطعة، للأسف انتهى وقت اللقاء. من بنغازي الأكاديمي والبحث السياسي ومن طرابلس نشكر متحدث السابق باسم مجلس الدولة سنوسي إسماعيل.